تعالوا بقى نعمل المكرونه. المكرونه عندي مكرونه مسلوقه، طبعا انتوا عارفين انا بحب استخدم دايما القواقع مع السي فود، بحس انها بتبقى لايقه اكتر. مفيش اي نوع مكرونه وسلقناها. عصير ليمون، شبت، ثوم مفروم، كريمه ودقيق وملح وفلفل وقرفه وجوزة الطيب وبشر ليمون وزيت زيتون وجبنه بارميجان وشبت. اعمل ايه؟ اخد هنا معلقه زيت زيتون، بسم الله. اخد عليها ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، عندي هنا كمون من الوصفه اللي قبلها، هحط نقطه كمون، معرفش اعمل سي فود من غير كمون انا اهو. يبقى ثوم وزيت وملح وفلفل وكمون وعليهم السي فود، يطلع مشكل، يطلع نوع واحد. تحطوا برضو شوية قواقع كده عشان الطعم، تحطوه كله مخلي براحتكم خالص. دايما دايما في الشوربة والمكرونة دي تقدروا تستخدموا أصغر سي فود عندكم، يعني أصغر جمبري، أصغر حاجات، عشان كده كده مش محتاجين ان احنا نجيب الاحجام الكبيره الاغلى. يعني بشر ليمون، عصير ليمون، نقطه دقيق، تقليبه لحد ما بقى مش شايفه الدقيق خالص. كريمه، بسهوله اشيل الكريمه واحط مكانها مبيض القهوه لو انا عايزه اعملها صيامي، ادوبه في شويه ميه وانزله. شبت، حاضر، شبت، جبنه بارميجان، هديهم غلوه مع الصوص. بعد كده اهو خلاص انا خدت الغلوتين التمام، واصلا كنت مشوحه السي فود والسي فود ما ياخدش وقت اكتر من كده ابدا. هنزل عليه المكرونه وتكون مسلوقه. المكرونه انا ما بشطفهاش وما بحطش عليها زيت، بكتفي بالزيت اللي بكون حطاه في ميه السلق، مع اني احيانا كمان ما بحطش في ميه السلق، لكن اهم خطوه عندي ان انا ما بسلقش المكرونه. لكن بعمل ايه بقى؟ هرفع من على النار عشان خلاص كفايه كده. بعمل ايه بقى؟ بضطر احط لها معلقه زيت لو انا مش هستخدمها في ساعتها. لو بستخدمها في ساعتها خلاص يا دوبك بشيل من الميه بتاعه السلق انزل في الطبق اللي انا هعمله على طول. اذا انا هسيبها زي كده زي ما احنا عملنا، يعني هسلق مثلا الصبح وهطبق الاكل لما ارجع من الشغل، يبقى بديها نقطه زيت واقلبها فيها عشان واغطيها كويس عشان ما تنشفش ولا تلزق في بعضها. اوكي، ادي المكرونه، بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلت لكم طبعا تقدروا تستخدموا سي فود مخلي، بس انا صراحه يعني خاصه السي فود، اولا القواقع والحاجات دي بتدي، القشريات دي بتدي طعم حلو جدا جدا للاكل اللي فيه سي فود. ثانيا الواحد بيتسلى برده وهو بياكل، لكن اللي يحب يستخدم مخلي هي نفس الطريقه ونفس المقادير ونفس مده السوى، مفيش اي فرق خالص اهو. اهم حاجه، اهم حاجه السي فود يكون ريحته حلوه وطعمه حلو، مش مهم يكون صغير او كبير، غالي او رخيص، مش ده الموضوع، بس اهم حاجه يكون ريحته ريحه البحر مش ريحه اي حاجه تانية. الريحه تكون حلوه، يكون مغسول كويس في دقيق وليمون، بحيث ان انا ابقى ضامنه ان مفيش اي زفاره ولا اي حاجه، والحاجه تكون طازه طبعا ومن مكان موثوق فيه. غير كده مفيش مشكله في اي حاجه. هحط بقى طبعا البارميجان على الوش،
طعم وبيخلي بتخلي الوصفه غنيه وكريمي كده ورائعه. وبعدين شويه شبت فريش برضو، وطبعا مع حراره كمان المكرونه والصوص هتلاقوا الجبنه بدات تسيح دلوقتي.